إن شاء الله راح نتكلم عن الدرس الثاني عن تعريف الإمساك. هو أحد الاضطرابات التي يتعرض لها الجهاز الهضمي، يمكن وصفه بالإخراج الصعب وغير المتكرر للبراز. وإخراج الطبيعي يتراوح من 21 إلى 23 مرة في الأسبوع الواحد، وحتى يعني ثلاث المرات لا يعتبر إمساك. وتتزايد إصابة الإنسان به يعني عند يتقدم في السن، وخاصة بعد يعني السن تقريبا بين 60 إلى 65 يكثر شسمة الإمساك في هذه الفترة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.